بالحلقة الماضية أدائك ما كان بالمستوى المطلوب. إحنا بنعلم حاجات كتير جدا. أنا متأكد إن كده هتحاول أكتر وأكتر وأكتر. شاف نجلة سلم سكينك وامشي. نجلة اللي دخلت توب شيف كان عندها شغف توصل رسالة أن الأكل تحفة. بالحلقة القادمة الأرقام اللي موجودة على سكاكين ومكتوب عليها رقم واحد من سيارات نيسان. الله يستر. تعامل المستحيل بس أوصل على سيارة دي الدليل. وقتكم يبدأ. هذا ليقى؟ لا هنا عم ننبش بقلب السيارة. وين وهالرقم؟ توب شيف مش أي شيف. الليلة 11 بتوقيت بغداد على MBC العراق.